الفل عليك يا حسن. من مدينة دوالا الكاميرونية تحياتي إليك زميلتي العزيزة المتألقة دايما شيما صابر، تحياتي لكل مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان. الحقيقة شيما النهاردة حالة من التفاؤل والتركيز الشديد لكل لاعبينا الآن في معسكر منتخبنا الوطني، وأنا بكلمك دلوقتي من محيط المعسكر. حابب أطمن كل الجمهور المصري الحقيقة على حالة لاعبتنا، الكل عازم، الكل حابب أنه يعمل ملحمة مصرية النهاردة إن شاء الله أداء ونتيجة أمام المنتخب الإيفواري العنيد جدا عشان نروح دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية. لكن شيما خليني كده نضع السادة المشاهدين في الأجواء وداخل معسكر منتخبنا الوطني. اللعيبة يعني صحيوا من النوم منذ أقل من حوالي ساعة أو نص، تناول وجبة الفطار، بعدها كان في محاضرة نفسية ولكنها ليست فنية من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني، اللي قال للعيبة أن أنتوا إمكانياتكم كبيرة، ارموا أي صعوبات ورا ظهركم، أنتوا لعيبة كبيرة. يمكن أنا بقول للناس يعني أبرز الكلام اللي اتقال في المحاضرة النفسية من كيروش للاعبين، خلوا بالكم انه عايزين نستغل انصاف الفرص، مش عايزين فرصه تضيع. المباريات دي يعني اقل فرصه ممكن بتفرق كتير وتغير نتيجه مباراه. المنتخب الايفواري منتخب مصر متفوق عليه عبر التاريخ، مش هو المنتخب المستحيل الفوز عليه، ولكن لازم ان احنا نعمل كل حساب لهذا المنتخب لانه عنده لعيبه على اعلى مستوى، واللعيبه بتلعب في اكبر الانديه الاوروبيه، وعندهم مدرب عاوز يفرض اسمه بشكل كبير على القاره الافريقيه. واتكلم كمان مع اللاعبين ان هم لازم يضعوا امام عيونهم فرحة الجماهير المصرية النهاردة اللي بالتأكيد لا تقدر بثمن، وخاصة انه عاوز بقى يرجع الثقة بين الجمهور وما بين الفريق بالتأكيد من المباريات الكبيرة دي. وبعد هذه المحاضرة الحقيقة كان اللعيبة طلعوا إلى غرفهم الحقيقة في حالة استرخاء. وكمان عايز أقول لك إنه خلال حتى وجبة الفطار كان في بعض الوجبات الخاصة عشان اللعيبة تقدر تحارب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية جدا النهاردة. يمكن النهاردة درجة الحرارة واصلة ل 39 درجة مئوية هنا في مدينة دوالا، والرطوبة واصلة ل 80%، وبالتالي الأكسجين قليل شوية في الجو، عشان كده بيحاول انه يمد اللاعبين ببعض المأكولات والمشروبات اللي بتقاوم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة عشان كيروش يحافظ على النفس الطويل خلال المباراة. يمكن التشكيل الأقرب اللي هيلعب النهاردة لمنتخبنا الوطني هيكون محمد الشناوي لحراسة المرمى، أمام رباعي خط الظهر هيكون أحمد فتوح، اتنين قلبي دفاع أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم، هيكون ناحية اليمين عمر كمال عبد الواحد، تلاتة في منطقة وسط الملعب عمرو السولية ومحمد النني، وممكن مفاجأة النهاردة انه يلعب بأيمن أشرف في وسط الملعب ناحية الشمال أمام أحمد فتوح. هيلعب بالثلاثي الهجومي محمد صلاح ناحية اليمين ومصطفى محمد في القلب، وعلى الشمال عمر مرموش. وبالتأكيد كمان واضح انه تريزيجيه هيكون ليه دور كبير جدا في المباراة النهاردة، وأحمد سيد زيزو سواء منذ بداية المباراة أو كتغييرات يعني كورقة رابحة في الشوط الثاني، وخاصة أن هم بيتألقوا في التدريبات بشكل كبير جدا. كمان النهاردة شايفين كمان أنه عصام الحضري كان واخد كده الحراس الأربعة على جنب كده في الفندق النهاردة، وكان في بقى محاضرة نفسية مع الأربع حراس، وقال لهم أن أنتوا كلكم بالنسبة لي واحد، وإحنا من أول المعسكر على قلب رجل واحد، وبدربكم وبتعامل معاكم معاملة واحدة، لأن أي واحد فيكم ممكن يشارك في البطولة في أي لحظة ويحمي عرين منتخبنا الوطني. واتكلم مع محمد الشناوي بشكل خاص وقال له المباريات الكبيرة دي مش جديدة عليك يا شناوي، وانت دايما وابدا حارس عريب منتخبنا الوطني في السنين الاخيرة، لازم تثبت ده في الملعب النهاردة، واكيد انت حارس كبير. واتكلم معاه وقال له انه يكون في التركيز بنسبة 100% في كل الكرات، وانه يخلي باله من التسديدات المفاجأة للاعبي كوت ديفوار اللي بيتميزوا بيها، يعني ممكن لاعب من كوت ديفوار من الاجناب بيتميزوا بالسرعات، او لاعبي خط الوسط عندهم خط وسط الحقيقة يعني صعب جدا المنتخب الايفواري، فقالوا ان هو لازم يكون متحفز وتركيزه 100% خلال ال 90 دقيقة عشان ممكن في لحظة تجي له كورة مباغتة من نص الملعب، وده اللي حصل في مباراة غينيا اللي فاز بيها كوت ديفوار على المنتخب الغيني بتسديدة مباغتة، كان الحارس سرحان في هذا التوقيت. ولكن بالتأكيد محمد الشناوي واضح على عيونه يعني التركيز الكبير النهاردة في المباراة. يمكن كمان يعني بعد قليل كده اللعيبة هيتناولوا وجبة الغداء، يعني بعد أقل من حوالي نص ساعة هيتناولوا
نعمل وجبه كده خفيفه للغدا، لان طبعا المباراه النهارده هتكون بدري شويه، الساعه 5 بتوقيت الكاميرون، 6 بتوقيت القاهره، وبالتالي اللعيبه هياكلوا كده وجبه خفيفه، بعدها هيتوجهوا الى ملعب المباراه، وخاصه انه المسافه ما بين فندق اقامه منتخبنا الوطني وملعب جابومه اللي هيستضيف المباراه، المسافه بتقدر حوالي من ساعه لساعه ونص لما الطريق يكون مفتوح، لان الطريق بيكون زحمه وغير ممهد شويه. وملعب جابومه موجود خارج مدينه دواله او في ضواحي مدينه دواله، عشان كده الفريق ممكن يتحرك لملعب المباراه قبل المباراه بحوالي 3 ساعات او 3 ساعات ونص عشان الطريق يكون مفتوح واللعيبه توصل في ميعاد المباراه. كمان يعني بعد قليل احنا في انتظار طائره مصر للطيران دريم لاينر اللي هنستقبل جمهورنا اللي هيجي من القاهره، 300 مشجع بالتاكيد حاليا دلوقتي موجودين في الجو، وهيهبطوا بسلامه الله باذن الله خلال ساعات، خلال دقائق قليله في مطار دولة عشان يساندوا منتخبنا الوطني. وبمجرد هبوطهم الى المطار هيتم عمل مساحات بي سي ار، بعدها يتوجهوا ان شاء الله الى ملعب المباراه. يمكن عايز اقول لك برضو يا شيما انه الحادث اللي حصل للجماهير الكاميرونيه اللي ادى الى وفاه 8 من الجماهير الكاميرونيه ما زال بيلقي بظلاله حتى النهارده في مباراه مصر وكوت ديفوار. السلطات الكاميرونيه قررت زياده عدد رجال الامن عشان ينظموا اكتر دخول الجماهير وما تتكررش الكارثه دي، بعد ما متسبي كمان رئيس الكاف رمى الكوره في ملعب السلطات الكاميرونيه وقال ان هم المسؤولين عن التامين. ويمكن الحادثه دي كانت مثار اهتمام كل وكالات الانباء العالميه والافريقيه هنا، وخاصه انه 2 سيدات و4 رجال وطفل رضيع تعرض للدهس خلال هذه يعني الفاجعه الانسانيه الحقيقه. وبالتالي الموضوع طبعا يعني بنتمنى لاهلهم الصبر والسلوان. كمان هيتم زياده عدد رجال الامن جوه الملعب عشان كل مباراه الجماهير الكاميرونيه بتنزل عشان تتصور مع محمد صلاح وبيتدافعوا عليه في الملعب، فبالتالي هيتم زياده عدد الامن جوه الملعب كمان عشان يحموا اللعيبه. انا شايف كمان الجاليه المصريه بقى بتجهز من دلوقتي ان شاء الله الاعلام المصريه تمهيدا للاحتفال بالصعود لدور الثمانيه، يا رب يبقى يوم خير علينا جميعا هنا ونصعد الى دور الثمانيه ونفضل قاعدين في الكاميرون وما نروحش القاهره النهارده، عايزين نروح يوم 6 واحنا رافعين الكاس باذن الله. يمكن دي كانت معظم الاجواء والكواليس الموجوده هنا في مدينه دولة الكاميرونية قبل أقل من 4 ساعات أو 5 ساعات على المباراة المرتقبة بين منتخب مصر والأفيال الإيفوارية من دولة إلى القاهرة. الكلمة إليكي زميلتي العزيزة شيما صابر، تفضلي. شكراً.